السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أتكلم لكم عن موضوع خارج موضوع الداتا سنتر. هواي أسئلة جتني بخصوص السي سي ان اي، وفي ناس هواي قرأت السي سي ان اي، أقصد السي سي ان اي راوتينج وسويتشنج، لحد الآن يعني لأي ظرف مادي أو لأي ظرف مشغول عنده شغل، يعني أي موضوع من مشاغل الحياة. فأنا راح أشرح لكم تجربتي إنه شلون سويت CCNA خمسة أيام فقط، حصلت على شهادة CCNA، وراح أشارك وياكم ماتيريال وأساليب سريعة إنه تخليك تتم تهيئ نفسك للامتحان، إذا سواء أنت درست أو أنت استوك مستجد احتمال ما تقدر تخلصها ب5 أيام، تخلصها بوقت أكثر، بس يعني أقل من 30 يوم. فتابعونا من الصفحة الشخصية. توضيح ثاني، يعني كتبت لكم اليوم ما رأيكم بالوايرلس بعد رمضان. إن شاء الله موضوع الوايرلس راح يعني موضوع يكون بعد رمضان، بعد رمضان وبعد ما أخلص السي سي ان اي داتا سنتر بالنسبة للسي سي ان اي، وإن شاء الله يعني يكون عندنا الوقت الكافي إنه أشرح لكم السي سي ام بي داتا سنتر، ونأهلكم للامتحانات، أو على الأقل تقدير نأهلكم للخبرة. هذا اللي حبيت أوضحه. بالنسبة موضوع ثاني، المستجدات اللي صارت بسيسكو بالنسبة للسي سي ان اي كلاود وسي سي اي، هذه احنا انا صح اسميها سي سي ان اي المصانع، او يعني لها عدة اسماء. لا تخلي هذه الشهايد انه دماغك ينشغل غير هذه الشهادات. قلنا على مستوى مبتدئين محترفين، اساتذتنا الكرام معظمنا بدينا سي سي ان اي راوتنج وسويتشنج. راوتنج وسويتشنج هو اساس لازم تعرفه، لازم تفهمه. يا حبه لا تطلع للسي سي ام بي راوتنج وسويتشنج ايضا، وبعد ذلك انت مفتوح الخيار امامك، شهادات موجودة. بالنسبة للفويز راح تنتقل لمرحلة اسمها الكالبريشن، اللي راح يصير بيها مواضيع شوية فيديو، مواضيع التيل بريزنت ومن هاي المسائل. فهذا هي يعني توضيح. بالنسبة للي سألوني على السي سي دي اي، انت اول ما تكمل سي سي ام بي راوتنج سويتشنج، او تكمل بالاحرى البري ريكوزز ان تكمل سي سي ان اي راوتنج سويتشنج وعندك سي سي دي اي الديزاين، انت بعد ذلك تمتحن الـ3 امتحانات للسي سي ام بي راوتنج سويتشنج، تمتحن امتحان واحد اللي هو اسمه الارتش الارتيتكتشر، يصبح عندك شهادتين سي سي ام بي سي سي دي بي وسي سي ام بي راوتنج سويتشنج، يعني يصير ديزاين ويصير راوتنج سويتشنج. موضوع اليوم نتكلم عن شلون راح نسوي سي سي ان اي ب5 ايام. اولا انا هذا الموضوع شاركته من زمان، اعتقد على الصفحة الشخصية الي شاركته، اعتقد من 2014، تقدرون تلاقوا تحت اعتقد هذا الموضوع. هذه هي اللينكات بها السي سي ان تي الجزء الاول من الامتحان والاي سي دي ان 2، حتى شاركت السي سي ان اي سكيورتي كذلك، هذه واضحة. اعتقد هذه الاسئلة وهذه هي الكتب موجودة على صفحتي، وراح ارفعها مرة ثانية، زائدا هذا الشرح موجودة على الدروب بوكس، موجودة على الكلاود الخاص بي. ف اكثر الاسئلة تجيني فاقول مدى يعني عملية البحث ما قاعد يقول، ففضلت انه اسوي فيديو حتى يكون عندكم فكرة عن الموضوع. بالنسبة اول ما تبدي بالكتاب، هذا الكتاب هو المختصر، يعني هو كتاب انا اعتمدته، كتاب 324 صفحة، كتاب مختصر، يعني مختصر ما محذوف منه اي شيء، موجودة كل التفاصيل اللي تحتاج تدرسها، موجود على شكل هذا اسماء الفصول والمواضيع، يعني لا تخوفك على الصفحات، هي سلايدات، اذا اشوفها على شكل سلايدات يشرح لك المواضيع واحدة واحدة، مثال مثال، لغاية ما انت توصل مرحلة تشوف نفسك ان انت وين وصلت،
تجي بعد ما تنصب الباكت تريسر تفتح هذا الفولدر. تحت هذا الفولدر انت مطلوب منك بالسي سي ان تي او هي الاي سي دي ان 1 تسوي ذول 12 لاب. بالنسبه للاكسس ليست معظم انا واحد من الناس لما يعني لما جددت السي سي ان مالتي قبل اول ما بدت هذا الفيرجن الجديد الاكسس ليست كان ما موقع لي اي موضوع. بالنسبه للامتحان الاول انا امتحنت الامتحان امتحنت كل واحد يعني على جنب. اللي يريد يحب يمتحن الامتحان مره واحده اللي هو سي سي ان اي اكس مره واحده افضل تمتحنه مره واحده ويكون احسن. فعلى سبيل المثال انا هنا شارح لكم انت ما راح تحتاج تسوي اي شيء، هذه اللابات جاهزة قدامك. يعني مثلا انت لو راح تقرأ هنا عن موضوع بيسك او اس بي اف، فهذا بيسك او اس بي اف مكتوب هنا على الجانب عندك، تقدر تشوف هذه التفاصيل. تعرف انجليزي ما تعرف انجليزي هذه المصطلحات مال الكمانس هي، فهذه ما يحتاج ان انت تتعلم انجليزي. هذه يقول لك احنا من خلال هذا اللاب احنا نريد نعرفك شو اي بي بروتوكول، شو اي بي او اس بي اف نيبر، شو اي بي او اس بي اف داتابيس. زائدا عندك هذا الملحق، كل ملف راح تفتحه ويا هذا الملحق. لاحظوا هنا تحت واحد اثنين يعني موجود على شكل اربع صفحات مثل ما قلت. هنا هو يحضرك how many networks are showing. فانت تستخدم هذه الكوماندز اللي هي تعرفك بالبيسك او اس بي اف. كذلك هنا عندك يعلمك انت شو راح تسوي كونفجريشن هذا اللاب، انت حتى يكون عندك خبره التطبيق العملي. وهكذا وهكذا. فهذا هو الاسلوب اللي انت تدرس بيه سي سي ان اي. نرجع للفولدر هنا موجود التسلسل مالته، فيتكلم لك اللاب الاول عن التي سي بي وبعدين عن السويتش ليرنينج بيسك سويتشينج بيسك سويتشينج بيسك سويتش كونفيجريشن بيسك راوت راوتر كونفيجريشن سكيورتي عفوا الفيلان وهكذا. فهذه هي اسلوب الدراسه. بالنسبه للاي سي دي ان 2 أنا موجودة عندك اللابات أيضا كلها موجودة. الفريم ريلي الراوتينج بالنسبة للإي آي جي آر بي، وبعدين بالجزء الثاني طرق لك الأو إس بي إف شوي بشكل تفاصيل أكثر. بعد ذلك عندك السبانينج تريز، هذه أكو وياها ملحق كتاب صغير بس يعرفك حتى تعرف شو الديزيجنيتد بورت والروت بورت وشون يسوي اللكت للبورتات وين يسوي بلوكينج. هذا موضوع مهم جدا وخاصة موضوع الداتا سنتر، هو مهم بكل مكان. مجرد انه تعرفه مو تعرفه، هذا لازم يعني تعرفه بتفصيل انه شلون يعمل. هو بشوية صعوبة بس مرتين ثلاثة اربعة تفتهمه يصير عندك فكرة عنه. بالنسبة للريداندن هذا البروتوكول تتعرف عليه. بالنسبة للبورت سكيورتي، فبهذا الفولدر عندك كل شيء موجود حتى اذا تريدون سي سي ان اي سكيورتي ايضا موجود هنا. الاسئله اللي مال السي سي ان تي والاي سي دي ان 2 حتى البرنامج راح اوفر لكم اياه. اقرا بهذا الاسلوب، انت اول ما تفتح البرنامج رجع من الاول ان انت ضفت اسئله الامتحان، هذا اللي هو الامتحان الاول. افضل ان تقرا بهذا الاسلوب، تقرا جزء جزء يعني امتحان الاول اقرا امتحان الثاني، شوف نفسك جاهز ان تمتحن الامتحان مرة واحدة تاخذ سي سي ان اي مرة واحدة على طول يعني لا تتأخر. شفت نفسك لا تقول اخلص الجزء الاول وبعدين اروح امتحن اي سي دي ان 2، انت حسب شوف قرار نفسك. فانت مجرد انه تفتح هو حاط لك نوعين من الاكزام الاي والبي ما لكم علاقة بالسي بس اذا تقرا بهذا الاسلوب ان هنا انت راح تقرا كل الاسئله، امتحن نفسك. قرأت الفصل الاول اعتقد هذا يشمل تقريبا فصلين هيجي، زين امتحن نفسك حط الاسئله امامك ابدا الامتحان مالك
لا تهتم للوقت، حل الأسئلة، حل الأسئلة، شوف أخطائك وين. بعد أنت ما تحل تحل تكمل تحل كل هذه، نهاية الامتحان عندك end exam، سويت yes يعطيك النتيجة انه انت من اصل 35 سؤال ايش جاوبت. بعد ذلك عندك شو تسوي، تسوي الريتيك. الريتيك راح يقول لك الاسئلة الكاملة اللي جاوبتها صحيح، وراح يعطيك الاسئلة الخطأ، ارجع على الاسئلة الخطأ وحلها مرة ثانية. لما تحل هذه الاسئلة اللي تغلط بيها انت راح تحفظها. بعد ذلك مثل ما ذكرت ادخل على اللان سويتش تكنولوجي، بيها 15 سؤال، ايضا حل اسئلتها على جنب. خلصت هذول كلهم، حليتهم بالكامل، تعال اخذ الامتحان كله. انت سواء امتحنت اي او بي، انت قرأت اسئلة الاي والبي، يعني على ما اعتقد هو موجود تحت 176 سؤال، انت اللي راح يجوك بحدود 55-60 سؤال. انت هنا هي اذا شفت روحك، شفت نفسك نجحت هنا، ادخل على الامتحان على طول. فتمتحن امتحان اي، جبت الدرجة، حاول تجيب اكثر من الدرجة المطلوبة، يعني خليك بال 850 وفوق، يعني لاي سبب. اي بي ادريس نزلت لكم فيديو عنه، اقرا بالتفصيل. الفيديو مالتي ما فهمته، اقرا فيديو لاي استاذ من الاساتذة الثانيين اللي موجودين، كل واحد يشرح الاي بي ادريس بطريقته، بس الفكرة واحدة. وهذه هي الفكرة اللي أريد أوصل لكم إياها. فأنت ممكن تجدول نفسك على أساس عندك الأسئلة، عندك اللابات، يعني هنا عندنا كم لاب، عندنا حوالي الرئيسيات هم مبدئيا هنا الجزء الأول اللي هم 10 لابات. أنت لو دارس قرأت فيديوهات، طبق هذه ال10 لابات، افتهمها تطبيق عملي، لان هي راح تكون عندك باعتبار كخبرة عملية لك تم تطبقها هنا. اللي راح اطبق هنا راح اطبق تقريبا بارض الواقع مع فروقات بسيطة. كذلك نفس الموضوع بالنسبة للاي سي دي ان 2، اقرا اللابات ايضا، هيئ نفسك لهم، هيئ نفسك للامتحان، جدول نفسك. مثلا هذول اللابات حتى لو يومية تقرا لاب واحد، تقرا ساعة ساعة ساعتين ساعة ونص ساعتين، شوف قد ياخذ من عندك وقت بين قراية نظري بين الكتاب وبين التطبيق العملي وبين الأسئلة، خلي ياخذ منك ساعتين الفصل الواحد أو يعني اللاب الواحد. هم لو 10 أيام تخلص هذا ب10 أيام، وعندك المجموعة الثانية أنت ب20 يوم أصبح عندك سي سي إن إيه. الموضوع بسيط عفوا وسهل، ما بي أي مشاكل. بالنسبة لل يعني اكو اسئلة ثانية كانت بخصوص ال بخصوص الفيديو اللي نزلته بخصوص السي سي دي اي. انا نزلت شوية فيديوهات وبعدين توقفت، لان بقية الفيديوهات هي راح تتكلم لك عن الراوتينج بروتوكول واللي هي موجودة بالسي سي ان اي، راح يتكلم لك شوية عن الفويس، عن مبادئ الفويس طبعا، وراح تروح تقدر تشوف اي مجموعة فويس، تقرأ اول فيديو وين ثلاثة بس اساسيات الفويس، لينو راح يتكلم لك عن الارتكتشر مالت الفويس، شنو الكول مانجر والفرق بين الانالوج وبين الديجيتال. بالنسبه للداتا سنتر عندي اشرح لكم داتا سنتر، هي هذه المواضيع اللي موجوده تحت السي سي دي اي. بالنسبه للوايرلس صحيح هي مصادرها قليله، احاول اسوي لكم فيديو وايرلس واضيفه على السي سي دي اي، بس يصير عندي وقت ان شاء الله، بس انا مكرس كل وقتي للسي سي ان اي داتا سنتر. فاجمع هذه الشهادة على هذه الشهادة، ادرسها بتفاصيل. سي سي ان اي راوتينج سويتشنج ادرسها بعمق، افهمها، اشربها، اعرف كل تفاصيلها. صدقني تدخل سي سي ام بي كأنما تحس نفسك ان انت قاريها سابقا، مجرد انه بس تطلع على المواضيع اللي شوية اكبر، عن الافكار الاكثر، عن المواضيع الجديدة اللي اضافوها. امتحن، توكل على الله، امتحن 3 امتحانات، بعد ذلك موجودة السي سي دي بي من السي بي تي ناجتس، هي هذه يعني مواضيع، يعني انه وين تختار انت، وين تخلي عدد الراوتر، عدد الراوترات، عدد السويتشات، عدد الراوتينج بروتوكول المناسب للبيئة النتورك مالتك. أسئلة كثيرة أيضا اجتني بخصوص السي سي اي اي ومشاكل السي سي اي اي،
شباب اللي يشوف نفسه قادر انه يكمل سي سي اي، انا مثل ما قلت انا مو ضد الراوتينج سويتشنج، سي سي اي راوتينج سويتشنج لا، سي سي اي راوتينج سويتشنج شهاده عظيمه، تخلي لك لك فد منصب فد مكان بالعالم، ما اقول لك على مستوى البلد اللي انت بيه او امريكا، لا بالعالم كله، انت تصبح شخص يعني ذو قيمه علميه، ذو قيمة علمية أمام سيسكو، أمام الشركات، ومهما كان نوع الشركات، حتى لو كانت جينيبر مش سيسكو، بس هي سي سي اي اي شهادة عظيمة جدا والعظمة لله. فإن الكثير منكم يعني دي يكتب لي أنصحني، يعني واحد من الناس اللي كتب لي أني مهتم بالريد هات ومهتم بالأوبونتو ومهتم بقضايا الهاكينج، موضوعك مبين، روح ادخل جوجل سكيورتي، كمل سي سي ان اي، سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، وكمل عليه السكيورتي، وموضوع السكيورتي بالسي سي ام بي موضوع يعني شفته سهل جدا، لان توضحت الامور بيه بين فاير وول وفي بي ان وبين الاي بي اس، يعني خصصوا المواد فاصبحت سهله جدا قدامك. اما الفرق بين السيرفيس بروفايدر وفرق بين الراوتنج سويتشنج، الفرق انه بالسيرفيس بروفايدر انه انت تتعامل مع نتورك عملاق جدا، يعني انت تاسس انفراستراكشر لشركه انترنت، ممكن تاسس انترنت على مستوى العراق، ممكن تاسس انترنت على مستوى يعني الخليج العربي كله، هذا الموضوع يعني انت هيك مسؤوليات بالسي سي اي طبعا يعني. بس تجيه تفصيلين، هي ايضا مبنيه صحيح هي ما لها بريركوزز، بس مبنيه على اساس الراوتنج والسويتشنج، فرق ان موضوعات الام بي ال اس، وفرق ان الاوبريتنج سيستم اللي هو الاي او اس اكس ار، هذا هو اللي الفروقات اللي عندك يعني بشكل بسيط، اكو تفاصيل ثانيه طبعا موجوده. فاحنا مثل ما قلنا بالنسبه للسي سي اي، فانت لو طريقك انت مهتم بالريد هات وهذه المواضيع، مهتم بالهاكينج او مهتم بشهادات اخرى تخص السكيورتي، فانت كمل مجال السكيورتي، سكيورتي عالم غير منتهي، عالم غير منتهي، عالم مفتوح جدا، ايش قد ما تقرا عنه، يعني انت لازم تشكك بالتشكيك، انت لازم تغطي الشركه مالتك، تغطي حتى لو كان بيتك، توفر له سكيورتي كامل، ابتداء من الالارم سيستم بالنسبه لجهاز الانذار اللي انت مركبه على شقتك او سيارتك الى ابعد الحدود. بس بالنسبه للكلف، الكلفه بالنسبه للراوتنج سويتشنج حاليا هواي ناس دي يسووا على الاي او يو وانتجريتد مع الجي ان اس 3 عفوا، موجود عندك الفايرل ايضا يساعدك بهذا الموضوع، بس موضوع السويتشنج بيه قليل جدا، عندك الفايرل يخدمك جدا ايضا مع السي سي اي سيرفيس بروفايدر. حاليا انا اشجع السيرفيس بروفايدر لانه انت تمتحن موضوعك واضح بالنسبه للتعاملات، وبالسي سي اي هي موجوده عندك لابين، يا يجيك لاب الاي 4 اسمه لاب الاي 4 او لاب الاي 6، يجيك واحد من ذول الامتحانات تمتحنه، فهي سي سي اي سيرفيس بروفايدر جارانتي من اول محاوله تنجح، وهي مو شهادة سهلة يعني، بس عملية تحضيرها ممكن تحضرها من البيت، مصادرها موجودة، فيديوهات الـ INE مالتها أعتقد 43 فيديو، وأكو تعديلات جديدة نزل فيرجن جديد إلها. بالنسبة للسكيورتي ما متطرق على الـ CCI بشكل تفاصيل، بس أكو موضوع الفايروول، فالفايروول أكو منه لازم يكون عندك كجهاز فيزيكال. الراوتنج سويتشنج إنه مو مشكلة تقدر تسويها على جي إن إس 3 والـ IOU سو انتجريتد بيناتهم وتكملها. الداتا سنتر، الداتا سنتر يعني للسي سي اي بعد ما تتحضر، وهذه انت لازم تأجر لاب. بالفايرل لحد الان انا يعني اشوف المواضيع، ما اعتقد الفايرل لحد الان كافي للداتا سنتر، انا بعدين اتفصل بهذا المواضيع. بالنسبة للكالبريشن للفويس، اللاب ايضا لازم تأجر لانه لابها غالي جدا اذا تريد تشتري، وحتى عملية انه تسوي فيرتشواليزيشنز عفوا ما اعتقد راح
أجهزة غالية جدا أيضا. وبالنسبة للسي سي ان اي وايرلس، أنا نزلت مقالة قبل هذه، سي سي اي عفوا سي سي اي وايرلس، كتابة مقالة عن الأجهزة. أنا وأحد المهندسين أصدقائي جهزنا لاب، كلفنا بحدود بين 4 إلى 5 آلاف دولار للسي سي اي وايرلس. ذكرت أسماء الأجهزة موجودة بمقالة، فهي يعني أيضا الموضوع بالنسبة للفيرتشوال شوية صعب. حتى أسهل شهادات بالوقت الحالي اللي أنت ممكن تاخذها قدامك السيرفيس بروفايدر على مود التكاليف، وعندك السي سي ان اي راوتينج وسويتشنج. بالنسبة للسكيورتي ما متأكد بالنسبة لموضوع الفاير وول، انه اذا لكو مو الفاير وول اللي هو 5505 هذا الفاير وول الصغير، لا احنا نتكلم على الفاير وول الثاني اللي اكو موديل ثاني له. بالنسبة للسي سي دي اي فهي تفاصيل، حتى الامتحان مالها مثل امتحان على فلاش، يعني معظمها يتكلم لك عن الاي اس بي، عن الانترنت سيرفيس بروفايدر، شلون راح ان تاسس انفراستراكشر وتسوي ترابل شوت لهذه، يعني انت يعني يعطيك يقول لك هذا الراوتر هو هل هو بالمكان المناسب انه تستخدمه. فانت كديزاين انه تعرف وين توزع هذه الاجهزه، فهي امتحانها اكثر شيء نظري، يعني حتى يعني البراكتيكال لاب مالها معظمه نظري اكثر من ما هو عملي مثل بقيه شهادات السي سي اي. اللي الله يوفقه ان شاء الله ويروح للسي سي اي ار، فهي امتحان اعتقد يكلف بحدود 15 ألف دولار، وهذه مقابلة يعني وجه لوجه مع براكترز معينين، اللي حاصلين عليها قليلين. تكلفته ايضا عالية جدا، بس هي يعني السي سي اي مقاصة عنها. وهذا كل اللي حبيت اوضحه وياكم، يعني ان شاء الله جاوبت على اسئلتكم. اللي عنده اي سؤال يعني لا يتاخر، خليه يكتب لي وانا باقرب وقت ممكن ارد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.